اتفضلي يا امال. طيب بس الاستاذه بتخلص كلامها. اتفضلي خلصت. خلصت يا حبيبتي والله. اوان ارحب بحضرتك وبضيوفك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. وليا رايي في موضوع الزوجه الثانيه. اولا انا كنت متجوزه وكان جوزي متجوز واحده قبل مني، فحسيت يعني ظروفها صعبه كده. انا اللي طلبت منه ان هو يردها او يرجعها وألحق عليه. على فكره الراجل هو مش سرعه احتكار، ان الزوجه الاولى لما تتجوز يبقى هي احتقرت الراجل بليها هي وبس، ملوش اي، حتى لو مش مرتاح معاها او مبسوط معاها مجبر انه يعيش معاها غصب عنه. ليه؟ ما دام ربنا مديله زوجه ثانيه. طب وانت حضرتك ثانيه واحده، انا كزوجه اولى وحضرتك زوجه ثانيه. انا كنت زوجه اولى. يعني هو ما هي بتقول هي كزوجه اولى ولا ثانيه؟ لا انا يعني هو كان متجوز قبل مني وطلقها. وطلقها واتجوزها هي. تمام. لا كده عادي. اتجوزني انا. تمام. فهي بقت الزوجه الاولى. ما هو نفس القصه معايا. انا بقيت زوجه اولى. انا بقيت زوجه اولى. لا بقيتي زوجه ثانيه في عدم وجود زوجه اولى. بالظبط. أيوة. تمام. فانا بس في الوقت الحالي انا تحت مسمى زوجة أولى، لأن ما فيش في حياته غيري. تمام. أنا اللي كنت بطلب منه وبساعد. لما كل زوجة أستاذة نشوى تحتكر جوزها، المطلقات والأرامل هيعملوا إيه؟ اللي يتجوزوا الشباب يا حبيبتي. آه يعني أنا وأنا بتجوز أبقى بعد إذن حضرتك. فضلي. أستاذة نشوى. اتفضلي. يعني مثلا ست كبيرة عدت ال 35 40 سنة تتجوز شباب من الشاب، بيبقى محتاج شابة تبدأ معاه حياته وتساعده وتنجب. تتجوز مطلق. لكن يعني مطلقين على حضرتك. كل واحد مقتدر يقدر يعف ست في بيته بياخد ثوابها. بالظبط. بيتجوز زوجة. طب ماشي. بالظبط. انا معاكي. ما بقولك ايه بقى، سيبك انت. طب ما اذا انت يعني صراحه ست عاقله قوي كده، ما تخلي جوزك يكمل، انت واحده يتجوز كمان ثلاثه ويجيبهم معاكي في البيت. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم وانا صايمه، انا بطلب منه ده، بقول له اي واحده عايز تتجوز ان هي مناسبه او انت مرتاح معاها او هي محتاجه زوج يصونها ويرعاها ويساعدها او يعولها يا بالله العظيم. انا اروح معايا، انا اروح معاك اخطبها لك. انت بتحبي جوزك؟ طب انت بتحبي جوزك جدا والله. شابوه. ربنا يكرمك. احترمك على حاجه يا استاذه نشوى. اتفضلي. اللي بتحب جوزها بتحب دايما تريحه. وبعدين ده طب انا اريحه، انا ليه اجيب له ناس يريحوه غيري؟ ما انا موجوده عشان اريحه. يا استاذه يعني انا مش قادره. الحب مش يعني انا ما عنديش مقدره يا استاذه. هي بتؤجر على ده. بتاخد ثواب في الزوجه ان شاء الله، وتاخد ثواب، وهتاخد ثواب المطلقه. تمام. بتاخد ثواب فيها. يا رب يرضى جوزك يا حبيبتي. يا رب باللي يساعده يا رب، بدل جوزك ربنا يسعدك. ربنا يسعدك ويكتب لك الخير. ربنا يسعدك بجد. ربنا يكملك بعد. انت سعيده بسعادته مع الثلاثه، يعني ربنا يديكي ثواب كبير. طب